شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هنالك أفراد موفقون في الحياة، وكل منا يحب أن يكون موفقا. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه كان موفقا، عالم من العلماء، يؤلف 1000 كتاب. هذا قليل النظير في التاريخ. العلامة الحلي رجل موفق. العلامة الأميني رحمة الله تعالى عليه رجل موفق. المحدث القمي مؤلف المفاتيح رجل موفق. وكلنا نحب أن نكون موفقين، فما هي عوامل التوفيق؟ على نحو الإجمال، هنالك مجموعتان من العوامل. المجموعة الأولى مجموعة العوامل الطبيعية، المجموعة الثانية مجموعة العوامل الغيبية. المجموعة الأولى مجموعة العوامل الطبيعية. لعل أهم عامل في هذه المجموعة نظام القناعات. نظام القناعات، هذا النظام موجود في كل واحد منا. كيف نفكر؟ وفي ماذا نفكر؟ وما هي قناعتنا الحقيقية؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول: هلك امرؤ لم يعرف قدره.
ما هو قدرنا كل واحد من الفرد إذا لم يعرف قدره يهلك. إذا واحد اقتنع بأنه يمكن أن يكون وليا من أولياء الله، أولياء الله تعالى، دعوا الأنبياء، دعوا الأئمة، هؤلاء لهم مقامهم الشامخ، الذي تحول إلى ولي من أولياء الله، لماذا تحول إلى ولي من أولياء الله؟ لأنه اقتنع بأنه يمكن أن يكون وليا من أولياء الله. أنا بإمكاني، بعضهم حتى في بداية حياتهم كانوا بعيدين، ولكن على أثر كلمة أو على أثر موعظة تولدت فيهم هذه القناعة، وإذا بهذا الرجل يتحول إلى ولي من الأولياء. أما إذا واحد ما كانت عنده هذه القناعة، هل يمكن أن يكون وليا؟ لا، هلك امرؤ لم يعرف قدره. هل يمكن كل واحد منا أن يكون مؤلف؟ إذا واحد اقتنع بأنه يمكن أن يكون مؤلفا، يمشي في هذا الطريق، والله تعالى يمده. إذا واحد ما كانت عنده هذه القناعة، لا يمكن أن يكون مؤلفا. صاحب الرياض العالم الشهير بعد 30 من عمره دخل في خط العلم وفي طلب العلم. بعد 30 كان بايع أكفان أو كاتب أكفان. بعد 30 مرة تولدت عنده هذه القناعة أنه يمكن أن أكون عالما. وإذا بهذا الرجل يمشي في هذا الطريق ويمشي ويتحول إلى علم من أعلام الطائفة، وعند كتاب من أفضل الكتب الفقهية، كتاب الرياض. هذا الرجل بايع الأكفان أو كاتب الأكفان تحول إلى فقيه كبير. ليش؟ لأن نظام قناعاته اتبدل. قبل شنو كانت قناعته؟ أني بايع أكفان. إذا هاي القناعة كانت تبقى إلى آخر عمره كان يظل بايع أكفان، ولكن نظام القناعة تغير، وإذا به يتغير ويتحول. إحنا كل واحد منا في داخل أكو قناعات معينة، هذه القناعات تحدده تحديد، تؤطره، تجعله يدور في دائرة محدودة. إذا هذا النظام تغير، وإذا بالفرد ينطلق، يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. أنقل لكم قضية في بعد آخر. كان هنالك رجل، هذا فكر في بناء المساجد، البلد يحتاج إلى مساجد. طبعا تعلمون أنتوا إيدكم بالشغل، تعلمون أن عمل الخير كم فيها من المشاق والمتاعب والآلام والمثبطات. تحرك وبنى مسجدا، اكتفى؟ كلا.
ثم فكر في بناء مسجد ثاني ثم فكر في بناء مسجد ثالث الحكومة عرفت بنشاطه وقبضت عليه أخذوا ودول المعتقل انتهى لا حتى في المعتقل واحد يتمكن يشتغل السجناء اللي كانوا معه أخذ يكلمهم حول بناء المساجد وأهمية بناء المساجد وما أعد الله تعالى للذين يبنون المساجد تحريض بعد ما تطلعون ابنوا الأفراد الذين كانوا يأتون لزيارته هاي مو قضية تاريخية هاي قضية كل واحد واحد منا كان يحرضهم يشوقهم كتبوا في أحوال هذا الرجل أنه خلال حياته بنى كم مسجد إما مباشرة أو بالتشويق هذا الرجل في حياته بنى 10,000 مسجد 10,000 الآن بإمكان كل واحد منا أن يبني 10,000 مسجد الجواب نعم بإذن الله ولكن إذا اقتنعنا بذلك أنتوا إذا اقتنعتوا بشيء تروحون وراء ذلك الشيء يمكن كل واحد منا الآن العراق بلد مدمر 40 عام الآن العراق دا يدمر البنى التحتية للعراق كلها مدمر العراق يحتاج إلى ألوف المساجد من يبنيها العراق يحتاج إلى ألوف الحسينيات من يبنيها العراق يحتاج إلى ألوف دور الأيتام تعلمون كم يتيم الآن أكو بالعراق في بعض التقارير أكو في العراق 5 ملايين يتيم 5 ملايين تعلمون ماذا يشعر اليتيم ما أدري شايفين الأيتام مثل واحد مضيع شيء مثل واحد أكو في داخله فراغ لم يشبع هذا الفراغ فراغ عاطفي هؤلاء الأيتام إذا ما احتويناهم إذا تركناهم يمكن والعياذ بالله أن يتحولوا إلى عناصر مدمرة للمجتمع أكو هنالك طفل يتيم رضيع فقد أبويه وعاش حياته اليتم والتشرد في قضية مطولة مذكورة في الكتب هو هذا اليتيم الذي لم يجد من يحتويه ويحتضن ويوجهه هذا تحول إلى واحد من كبار الطغاة في التاريخ نمرود الذي قال أنا ربكم الأعلى هذا يتيم اليتيم إذا وجه يمكن أن يتحول إلى ولي من الأولياء وإذا أهمل يمكن أن يتحول إلى طاغية من الطواغيت يدمر المجتمع فالعراق يحتاج إلى ألوف المساجد ألوف الحسينيات ألوف دور الأيتام إلى غير ذلك من يقوم بهذه المهمة
الجواب كل واحد واحد منا يمكن أن يكون له دور كبير في هذا المجال. هذا التوفيق إحنا إذا غيرنا قناعاتنا يمكن أن ننال هذا التوفيق. مضافا إلى هذه التوفيقات التي الله تعالى منحكم وأعطاكم، هذه هي المجموعة الأولى، مجموعة العوامل الطبيعية. المجموعة الثانية مجموعة العوامل الغيبية. إحنا نعتقد أنه وراء عالم الشهود أكو عالم الغيب، وعالم الغيب مؤثر في عالم الشهود. من أهم مفردات هذه المجموعة حجم الرابطة بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كلما الرابطة بأهل البيت تكون أعمق أوثق التوفيق يكون أكثر. الله تعالى أعطى مقاليد الكون بيد أهل البيت. أهل البيت الله تعالى أعطاهم الولاية التكوينية في هذه الدنيا وفي الآخر. كل ما واحد رابطته بأهل البيت تكون أعمق وتكون أوثق، توفيقه في هذه الحياة يكون أكثر. إذا واحد يريد المال ماذا يفعل؟ يلجأ إلى الأثرياء، يقترب إلى الأثرياء. إذا واحد يريد السلطة ما هو الطريق؟ يلجأ إلى الحكام. كل ما واحد يكون أقرب إلى الحكام يكون أقرب إلى السلطة. إذا واحد يريد الوجاهة عند الله، من هو أوجه الوجهاء عند الله؟ محمد وآل محمد. أقرب الناس إلى الله النبي وأهل بيته. أقدر الناس في هذا الكون النبي وأهل بيته. أثرى الناس في هذا الوجود النبي وأهل بيته. المفاتيح بيده. إذا واحد لجأ إليه، قوى الرابط به. إحنا نقرأ في زيارة عاشوراء: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله الذي كون الحوزة العلمية في قوم، والآن بيته موجود هنا في هذا الزقاق، تمرون على بيته. هذا الرجل عندما كان المرجع الأعلى قبل أن يبدأ بالبحث العلمي في كل يوم، كان يأمر واحد أنه أذكر مصائب أهل البيت. كم دقيقة الخطيب كان يقف ويقرأ مصائب أهل البيت،
مصائب سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذا برنامج كان في كل يوم، وفي أيام عاشوراء كان يخرج مع المواكب مع اللاطمين، وكان يلطم على صدره. كانوا يقولون له: شيخنا، هذا مو مناسب لك، أنت المرجع الأعلى، كيف تخرج مع الناس وتلطم؟ كان يقول: أنا كل ما عندي من توفيق وخير هذا كله ببركة الإمام الحسين صلوات الله عليه، كل ما عندي، لأنه في يوم من الأيام تمرض وأشرف على الموت، يعني راح بعد، فتوسل بالإمام الحسين صلوات الله عليه وقال: يا سيد الشهداء، أنه الموت حق، الكل يجب أن يموت، ولكن أنا الآن أموت يدي خالية، ما قدمت لآخرتي شيئا. سيد الشهداء تشفع له عند الله وعاد إلى الحياة من جديد. كان يقول: أنا كل ما عندي من توفيق إنما هو ببركة سيد الشهداء. كل ما واحد يكون أقرب إلى أهل البيت، يكون أكثر خدمة لأهل البيت، يكون أكثر توجها إلى أهل البيت، يكون أكثر تأدبا مع أهل البيت، يكون أكثر معرفة بمقام أهل البيت. أهل البيت مو أفراد عاديين، لهم مقام شامل، المعرفة لها درجات، يفيضون عليه أكثر، يعطونه أكثر. المحدث القمي رحمة الله عليه، مؤلف المفاتيح، هذا كان له علاقة شديدة بأهل البيت، بأحاديث أهل البيت، بآثار أهل البيت. عندما كان يريد أن يقرأ حديث من أحاديث أهل البيت، حديث أو يكتب حديث، كان يروح أول يتوضأ، ثم يأتي ويجلس باتجاه القبلة بهيئة التشهد. شلون نقعد في حالة التشهد؟ هالشكل كان يقعد، ثم يكتب حديث أهل البيت. في يوم من الأيام ابني ينقل أنه استيقظ أبي من المنام وكانت عينه تؤلمه بشدة، ما يتمكن لا يكتب لا يقرأ، فجدا كان متألم، وقال: أخاف أنني في هذا البيت طرت من ساحة أهل البيت، ما أتمكن لا أكتب لا أقرأ. يقول: كان يعيش هذه حالة الألم، وأنا طلعت من البيت، ثم عدت إلى البيت ووجدت أن الكتب حواليه وهو يطالع ويكتب، فقلت له: ماذا فعلت؟ فقال: في الواقع أنا أخذت كتاب الكافي، كتاب الكافي من كتبنا المهمة، ويحتوي هذا الكتاب على حوالي 16,000 حديث من أحاديث أهل البيت، 16,000 حديث تقريبا، والكليني صرف من عمر 20 عام بين سفر وحضر في العهود القديمة
بالوسائل القديمة حتى تمكن أن يكتب هذا الكتاب. هواية كتاب مهم، يجب أن يحفظ هذا الكتاب، أن يدرس هذا الكتاب. النجاشي وهو واحد من كبار الرجاليين يقول: كنت أتردد على مسجد اللؤلؤي ورأيت أصحابنا يدرسون كتاب الكافي عند أحمد ابن أحمد الكوفي، كتاب مهم. يقول المحدث القمي: أخذت كتاب الكافي ووضعته على عيني، وإذا بعيني تشفى فورا. وأنا الآن مشغول، أنا الآن مشغول بالكتابة. قالوا بعد هذه القضية لم يعد إليه وجع العين إلى نهاية عمره. هاي بركة أحاديث أهل البيت. أهل البيت بيدهم كل شيء، واحد يجب أن يطلب منه. أنتوا الآن في جوار كريمة أهل البيت صلوات الله عليه، تذهبون أو ذهبتم لعلكم إلى مشهد، مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام الرضا هو الإمام الرؤوف. في كل عام يأتي إلى مشهد كما ذكره بعض المطلعين حوالي 30 مليون يجون إلى مشهد. أنتم متنعمون بنعمة جوار أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذه نعمة تغبطون عليها. أنتم متنعمين بنعمة خدمة السيد الشهداء، هذه نعمة كبيرة وتوفيق كبير. واحد يجب أن يطلب من أهل البيت ولا يقنع بحد معين. هذا عطاؤنا، عطاء الله بأيديه، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إحنا يجب أن نتعرض أكثر إلى هذا العطاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملنا رأفتهم ورأفتهم أكثر فأكثر، وإن شاء الله تعودون من هذه الزيارة سالمين غانمين موفورين بحاجات مقضية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.